فيك إلهي العالمين، إلهي العالمين يا بي. تولي المملكة العربية السعودية القطاع الصحي أهمية بالغة، مؤكدة في الوقت ذاته بأن رعاية المواطن وصحته من أولويات استراتيجيتها، وذلك من خلال إنشائها للمستشفيات العامة والتخصصية التي من شأنها أن تخدم الجميع في كافة أنحاء البلاد وتوفير خدمة العلاج بشكل مجاني. أولت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها إلى الاهتمام بالمواطن كرقم واحد في إنشاء المستشفيات على مستوى المملكة والمراكز الصحية لتخدم كل الشرائح على مستوى المملكة، والسهل في التنقل بين المناطق لتقديم الخدمة. وفرت الدولة الرشيدة العلاج مجاني للمواطنين سواء في الداخل أو في الخارج، وهذا من أولويات الدولة اللي حرصت منذ نشأتها في تقديمها للمواطنين. يا بلادي ألفين هالك، ألفين هالك، ألفين هالك، وشعبك لك أمين. أنشأت الدولة مستشفيات وتجمعات صحية على مستوى المملكة، وتعد من أحد برامج التحول الوطني في رؤية المملكة 2030 على مستوى قطاعات الحكومة ومنها وزارة الصحة. فلدينا عدة تجمعات صحية تخدم المواطنين في جميع المناطق، والهدف منها تسهيل الخدمة والرعاية الصحية في وقت قصير جدا. طبعا لا شك أن جائحة كورونا ساهمت في اختلال هيكلة العديد من الدول على مستوى العالم، والتي وصل الحال بعضها لانهيار المنظومة الصحية، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وقيادة حكومتنا الرشيدة ولله الحمد، الأمن الصحي كان ولا زال قبل وبعد الجائحة صلب وقادر على مواجهة أي مستجدات نظير البنية القوية للمنظومة الصحية في المملكة. الأمان الصحي للمواطن السعودي هو الشعار الدائم لهذه الدولة منذ أن توحدت على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وإلى الآن. لروتانا خليجية، موسى يحيى، الخبر.